السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في كوشي ارت. النهارده هنعمل مع بعض الفستان اللي انت شايفاه في الصورة ده. هنمشي خطوة خطوة وان شاء الله يعجبك. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معانا تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله، وتكتبي في تعليق رأيك في الفستان ومن اي بلد بتشاهدينا. نبدأ بسم الله. اول حاجة قبل ما نبتدي السلسلة بتاعت الفستان، احنا هنشتغل الفستان بالطول. يعني طول الفستان هو هيبقى طول السلسلة، فعشان كده لازم تشوفي انت عايزة طول الفستان قد ايه. 80 سنتي، يبقى هنشتغل السلسلة ب80 سنتي. 50، هنشتغل السلسلة بطول 50 سنتي. طبعا الطول ده بيتوقف كمان على مقاسك او مقاس بنتك اللي انت هتعمليه. بتقيسي من اول الكتف لحد الطول اللي انت المناسب للفستان ايه، لان ممكن تعمليه فستان قصير شوية وتحتيه بنطلون، بنطلون جينز، بنطلون استريتش، زي ما تحبي، بيمشي حاجات كتيرة. دلوقتي هنشتغل السلسلة بطول الفستان. فهنا هنبدأ عقدة البداية، وبنبدأ باللون البنفسج. بعد كده 1 2 3 4، وتبدأي من جديد. 1 2 3 4، نبدأ تاني. 1 2 3 4. يبقى احنا النهارده الفستان بتاعنا من تكرار العدد 4، هنقعد نكرر الفستان كده الطول بتاع السلسلة 4 في 4 لحد ما توصلي بالطول اللي انت محتاجاه، ونرجع تاني. انا كده اشتغلت النموذج بتاعي 60 سلسلة. هوريكوا ازاي بنقيس السلسلة. شايفة انت عندك السلسلة اهو، هنفترض ان انت وصلتي للمقاس اللي انت العدد اللي انت قلتي كفاية كده، هتقيسيها بالشكل ده. انا النموذج بتاعي طلع 33 سنتي. طبعا ده نموذج، لكن انت هتشوفي الطول اللي انت محتاجاه وهتقيسيه على السلسلة. لما توصلي للمستوى اللي انت عايزاه من الطول، هتزودي 1 2 3 4 5 6 6 سلاسل. لف على الإبرة وبتعدي 1 2 3 4 5 6 في 7 سلسلة، بتدخلي وبتعملي عمود. لفع الإبرة في نفس المكان بتاخدي العمود التاني. لفع الإبرة في نفس المكان بتاخدي العمود التالت. وكده اشتغلت في نفس السلسلة اللي هي رقم 7 3 عمود. سلسلة واحدة كفاصل. لفع الإبرة، بفوت 1 2 3 في 4 سلسلة، باخد أول عمود، في تاني عمود، تاني عمود، تالت عمود، بالشكل ده. وهي دي جوزة الجباني. هنبدأ نكرر تاني. سلسلة، لفة على الإبرة، بفوت 1 2 3 في 4 سلسلة، بشتغل 3 عمود. العمود الأول، التاني، التالت. سلسلة واحدة فاصل. لفة على الإبرة، بفوت 1 2 3 في 4 سلسلة، بشتغل 3 عمود. 1 2 3. هنستمر بنفس النمط لنهاية الدور، ونرجع تاني. أنا كده قربت أقفل الدور الأول. بشتغل سلسلة، لفة على الإبرة، بفوت 1 2 في تالت سلسلة اللي هي الأخيرة، باخد هنا عمود. كده قفلت الدور. زي بدايته هو نفسه نهاية بالشكل ده. بعد كده بارتفع 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل. وشايفة الفراغ بتاع الواحد سلسلة، لفة على الإبرة،
من الفراغ باخد العمود التاني والعمود التالت. كده اشتغلت بالارتفاع 3 عمود سلسلة واحدة لفة على الإبرة، بفوت ال3 عمود بروح الفراغ بتاع الواحد سلسلة، اشتغل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، بفوت ال3 عمود بروح الفراغ بتاع الواحد سلسلة بشتغل 3 عمود، 1 2 3 بالشكل ده، سلسلة فاصل لف على الإبرة بروح الفراغ بتاع الواحد سلسلة بشتغل 3 عمود، 1 2 3 همشي بنفس النمط كده لنهاية الدور التاني ونرجع تاني. أنا كده قربت أقفل الدور التاني، اشتغلت 3 عمود، باخد سلسلة لف على الإبرة بفوت ال3 عمود بروح الفراغ باخد أول عمود والتاني في سلسلة الارتفاع، باخد 3 عمود بس مش هكمله للنهاية، شايفة بدخل بالشكل ده أسحب الخيط، عندي 3 لفات على الإبرة، لفة على الإبرة بخرج من حلقتين، عندي 2 حلقة على الإبرة، بسيب الخيط بنفسك ده وبجيب الخيط البرتقالي اللي عليه الضوء وبسحب الخيط بالشكل ده وباخد سلسلة الارتفاع واحدة عشان اثبت الخيط، بعد كده بشتغل على السلسلة، بلف الخيط الناحية التانية واشتغل عليه اول سلسلة التانية التالتة كده ارتفاع عمود، باخد السلسلة الرابعة كفاصل بالشكل ده. كده ممكن نقص الخيط ده، اشتغلنا عليه السلسلة ونقص كمان الخيط ده بالشكل ده. الخيط البنفسج ده هندبيه بإبرة التنظيف تحت العمدان اللي شغالة ده تحت دي بنفس اللون تحت العمدان هندبي، بعد كده بلف الشغل لف على الإبرة بفوت ال3 عمود بروح في الفراغ بتاع الواحد سلسلة باخد أول عمود التاني التالت سلسلة، لف على الإبرة في الفراغ بتاع الواحد سلسلة باخد 3 عمود، 1 2 3 سلسلة لف على الإبرة بروح الفراغ بتاع الواحد سلسلة بشتغل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة ونكرر، يعني نفس طريقة الشغل. هكمل لنهاية الدور التالت ونرجع تاني. أنا كده قربت أقفل الدور التالت، عملت في آخر فراغ 3 عمود، بعد كده سلسلة لف على الإبرة وبروح على سلسلة الارتفاع وبشتغل عمود. كده قفلت الدور زي ما بدأته بالظبط، 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل وهبتدي الدور الرابع. لف على الإبرة من داخل الفراغ باخد العمود التاني والعمود التالت، كده بالارتفاع اشتغلت 3 عمود، يبقى دور بنشتغل في أوله 3 عمود ودور بنشتغل في أوله عمود، بعد كده سلسلة لف على الإبرة وعلى الفراغ بتاع الواحد سلسلة بشتغل 3 عمود، العمود الأول التاني التالت سلسلة، بروح الفراغ بتاع الواحد سلسلة بشتغل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة ونبدأ نكرر،
طيب نشوف كده، احنا اشتغلنا باللون البنفسج دورين، هنشتغل باللون البرتقالي 4 أدوار، اشتغلنا واحد وشغالين في التاني هنكملهم 3 و4. يبقى هنرجع بعد الدور السادس، هنشتغل 4 أدوار بالبرتقالي ونرجع في الدور السادس. قربت اقفل الدور الرابع باللون البرتقالي، يبقى اشتغلنا دورين باللون البنفسج، بعد كده 4 أدوار بالدور باللون البرتقالي. قربت اقفل الدور الرابع، عملت ال3 عمود. بعد كده باخد سلسلة لفها على الإبرة، بروح الفراغ الأخير بشتغل أول عمود، التاني، لفة على الإبرة في سلسلة الارتفاع باخد العمود التالت، ودايما في قفلة الدور بناخد في سلسلة الارتفاع عشان نحافظ على الاستقامة. لفة على الإبرة بخرج من حلقتين بس، عندي حلقتين على الإبرة، بسيب الخيط ده وبقص الخيط طويل شوية بالشكل ده، بجيب الخيط الجديد بسحبه وباخد سلسلة تثبيت. بعد كده بسحب الخيط ده شوية عشان اضيق الوبزة، شايفة الخيطين مع بعض ممكن نربطهم بالشكل ده بحيث ان احنا ندبيهم بعد كده في الشغل كمان ربطة. بعد كده شايفة هشتغل على البني اللي بدأت بيه السلسلة عشان أقصه، واحد، اتنين، تلاتة، وسلسلة فراغ يبقى 4. بقص بقى الخيط الزيادة، أنا ربطته وكمان اشتغلت عليه. اللي انا قصيته التاني البرتقالي ده بإبرة التنظيف ادخله تحت العمدان البرتقالي، بلف الشغل، لف على الإبرة، بروح على الفراغ بتاع الواحد سلسلة بشتغل 3 عمود. خلاص الوبزة بتاعتي العادية، واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة على الفراغ بشتغل 3 عمود، واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة 3 عمود. خلاص مفيش جديد في الجبزة، واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة ونكرر. طب هشتغل كام دور باللون البني؟ اللون البني هنبدله مع الأبيض، يعني دور بني دور أبيض، دور بني دور أبيض. هنشتغل 5 أدوار من أول البني، بدأنا بالبني وهننتهي بالبني. يبقى بدأنا بالبني أول دور، التاني هيبقى أبيض، التالت بني، الرابع أبيض، الخامس هيبقى بني. هنرجع بعد الخامس دور هنشوف هنعمل ايه. أنا كده اشتغلت 5 أدوار بالبني والأبيض، ببدلهم مع بعض، البني مرة والأبيض بعديه، البني أبيض بني. يبقى احنا اشتغلنا 11 دور من البداية، من بداية البنفسج، دولت اللي هنكررهم تاني، يعني ال11 دولت هنبدأهم تاني من أول البنفسج، بعدها البرتقالي، بعدها البني والأبيض بالشكل ده، ولما نخلص نرجع تاني نكررهم من تاني. طب هنشتغل كام دور؟ ده اللي هنقوله لما نرجع تاني. دلوقتي بقى خلصنا البني، هنشبك دلوقتي ونشتغل البنفسج، هنشوف مع بعض. اخر عمود ما خدتهوش كله زي ما عملنا قبل كده في الادوار اللي فاتت، بسحب البنفسج وباخد سلسلة تثبيت. بعد كده باخد اللون البنفسج ده وبلفه بالشكل ده، وباخد عليه اول سلسلة، التانية، التالتة، بلف الشغل، ابتدي اخد من الفراغ 3 عمود، واحد، اتنين،
مع الارتفاع بقى عندي 3 عمود في البداية، بعد كده سلسلة واحدة، وعلى الفراغ اللي بعده باخد 3 عمود زي ما اشتغلنا في الأدوار في البداية، نفس النمط يعني. جبذة الجبانة هي هي سلسلة ونكرر. هنشتغل دورين بالبنفسج، نرجع تاني نشتغل 4 بالبرتقالي، نرجع نشتغل ال5 أدوار دور بالشكل ده. هشتغل الظهر بتاع الفستان ونرجع نقول اشتغلنا كام دور وكام سنتيمتر. انا كده اشتغلت النموذج بتاع الظهر بتاع الفستان. طبعا احنا بنشتغل بطول الفستان زي ما قلت لك في بداية الشغل، ازاي هتشتغل السلسلة بطول الفستان الطول المناسب لك، لكن ده العرض بتاع الفستان. فهنيجي دلوقتي نشوف العرض بتاعنا ده. انا عاملة مقاس سمول، طبعا ده نموذج زي ما قلت لك، ده 34 سنتي وده سمول. طب هنشوف باقي المقاسات. يبقى عرض الفستان مقاس سمول هيساوي 34 سنتي، ميديم هيساوي 38 سنتي. لو انت بتعملي لابش هتعملي عرض الفستان 42 سنتيمتر، اكس لابش 46 سنتيمتر، اكس اكس لابش هيساوي 50 سنتيمتر. يبقى ما بين المقاس والتاني 4 سنتيمتر. ده مقاسات العرض بتاع الفستان، وده ظهر الفستان اللي بيبقى قطعة واحدة. هنشوف دلوقتي وش الفستان. اشتغلت ابتديت بنفس عدد السلاسل بتاعت الطول، بعد كده وشايفة هنا ابتدينا باللون البنفسج 4 أدوار بالبرتقالي، بعد كده بدلنا الأدوار ما بين البني والأبيض 5 أدوار، بعد كده هنبتدي تاني نشتغل من أول البنفسجي برتقالي، بدلنا الأدوار آخر دورين اشتغلناهم باللون البنفسجي عشان يبقى البداية زي النهاية. جيت هنا عشان أعمل وش الفستان بدأت بعدد السلاسل نفسه بالشكل ده، اشتغلت 6 أدوار، الاتنين البنفسج بعد كده الـ4 البرتقالي، وده هيبقى من فوق هنا، من فوق هنا عرض الكتف بتاع الفستان بالشكل ده. ده هنشبكه هيبقى الكتف. ده كام سنتي هنشوف بالشكل ده، 10 سنتي. يبقى مقاس سمول هتعملي 10 سنتي المقاس بتاع الأدوار اللي انت هتشتغليها عشان الكتف. اشتغلنا بطول الفستان بس وقفنا بعد ما عملنا المقاس بتاع الكتف. طيب بالنسبة للمقاسات التانية، مقاس الكتف احنا قلنا سمول 10 سنتيمتر، ميديم 12 سنتيمتر، لارج 15 سنتيمتر، اكس لارج 17 سنتيمتر، اكس اكس لارج بتعملي 20 سنتيمتر بالشكل ده. ده الكتف. يبقى انا وقفت لحد العرض بتاع الكتف، بعد كده هسيب مساحة للصدر بتاع الفستان لانه الفستان الصدر بتاعه مربع، ودام سبت من هنا اشتغلت هنا 6 أدوار، يبقى لازم في النهاية هشتغل 6 أدوار من أول البداية هنا. يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى أنا هحط علامة هنا بحيث إن أنا أشتغل لحد هنا، أشتغل المنطقة دي اللي في الوسط. هنبدأها إزاي هنشوف دلوقتي. خلاص كده احنا خلصنا الشغل
اللي هو لحد الكتف، بتاخدي سلسلة وتقص الخيط بعد كده هسيب 1 2 3 4، بعد رابع وحدة بدخل بالإبرة الخيط اللي عليه الدور البني، هسحب الخيط البني بالشكل ده وهاخد سلسلة تثبيت. بعد كده باخد الخيط عشان أعمل عليه السلسلة، 1 وارجعها تاني بشتغل عليه السلسلة، 2 الناحية التانية واشتغل عليه السلسلة، 3، وده ارتفاع عمود بلف. لف على الإبرة من نفس الفراغ باخد العمود التاني والتالت، سلسلة فاصل، لف على الإبرة، بفوت التلاتة عمود واشتغل في الفراغ اللي بعدهم 3 عمود، يعني الغبزة بتاعتي عادية. كل اللي عملته ان انا ما اشتغلتش في الوحدات اللي فوق دي، عشان ده اللي هيبقى المربع بتاع زي ما قلنا بتاع الصدر بتاع الفستان. الفستان شكل مربع، فاحنا هنشتغل بالمستوى ده لحد ما نوصل للبرتقالي الناحية التانية لعدد الأدوار اللي احنا حطينا علامة عندها. احنا اشتغلنا هنا 6، يبقى لازم نشتغل هنا 6 من أول الدور فوق. فهشتغل بالمستوى ده لحد ما اوصل للون البرتقالي، سلسلة فاصل، بروح الفراغ اللي بعده بشتغل 3 عمود، 1 2 3، همشي بنفس النمط ده لنهاية الدور ونرجع تاني. انا كده قربت اقفل الدور لحد النهاية، يبقى اشتغلنا من هنا. المساحة دي مش هنشتغل فيها لحد ما نوصل للكتف التاني. هدخل اللون الابيض بنفس الطريقة اللي احنا دخلنا بيها قبل كده في الادوار اللي فاتت، بسحب الخيط الابيض بالشكل ده، بعد كده باخد سلسلة تثبيت وهقص الخيط البني وهربطهم مع بعض بالشكل ده، ربطتين. بعد كده باخد الطرف الخيط الأبيض اشتغل عليه السلسلة، 1 2 3، وكده ارتفاع عمود بلف، ولف الشغل. من الفراغ هاخد العمود التاني والتالت، سلسلة كفراغ، وبروح الفراغ بتاع الواحد سلسلة اشتغل 3 عمود، 1 2 3، سلسلة كفراغ، وهشتغل 3 عمود سلسلة، 3 عمود لحد ما اوصل هنا، هشتغل 3 عمود سلسلة وعمود على العمود الاخير. خلاص كأن ده نهاية الدور، مش هشتغل في المساحة اللي انا حددتها. هشتغل بقى بنفس النمط وبنفس الالوان دي، يعني دلوقتي شغالين بالابيض، يبقى بعد كده البني، بعد كده الابيض، بعد كده البني، وهنشتغل لحد اللون البرتقالي ده. يبقى احنا هنشتغل بنفس المستوى ده لحد ما اوصل للمساحة اللي انا حددتها هنا. انا هنا اشتغلت 6، يبقى لازم اسيب هنا 6. انا كده اشتغلت 12 دور من اول ما عملنا الكتف، ده الجانب بتاع الكتف، هنا المربع بتاع الفستان زي ما انت شايفة كده، اشتغلنا 12 دور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنرجع نعمل ال6 أدوار نفس المقاس اللي سبناه هنا، لازم نشتغله هنا. يبقى احنا لازم اللي هتسيبيه للكتف هتشتغليه الناحية التانية عشان يبقوا الجنبين قد بعض، فاحنا ناقص لنا 6 أدوار. طيب ال6 أدوار ازاي هنرتفع
الجزئية دي. احنا عندنا احنا سيبنا كام؟ 1 2 3 4، 4 مجموعات جبانة. هنضرب في 4 جبع على طول، في 4 سلاسل، يبقى ب16 سلسلة. يبقى انت بتعدي الجبانة وبتضربيها في رقم 4 عشان تعملي السلسلة بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. هنا قبل ما اقفل الدور شايفة العمود في حلقتين لسه، فانا ما بكملش العمود وباخد الخيط الجديد بتاع الدور الجديد بالشكل ده، وباخد سلسلة تثبيت. ارجع تاني اربط الخيط النهاية مع خيط البداية عشان اثبت شغلي كويس. بعد كده بإبرة التنظيف انضف الشغل. بعد كده انا قلت 4 جبانة، يبقى هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، وهزود سلسلة. بعد ما بتضربي في 4، بعد ما بتخلصي بتزودي سلسلة، وهلف الشغل بالشكل ده. لف على الإبرة وبعد 1 2 3 4، وفي 5 سلسلة بدخل واخد أول عمود وتاني عمود مع سلاسل الارتفاع، بيبقى عندي 3 عمود، ودي أول مجموعة جبن. بعد كده سلسلة واحدة فاصل، لف على الإبرة بفوت 1 2 3، وفي 4 سلسلة باخد مجموعة التانية، 1 2 3. سلسلة كفراغ، لف على الإبرة بفوت 1 2 3، وفي 4 سلسلة باخد المجموعة رقم 3، العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث. سلسلة كفراغ، لف على الإبرة بفوت 1 2 3، وفي 4 سلسلة بدخل وباخد 3 عمود، 1 2 3. يبقى انا اشتغلت ال4 مجموعات بتوعي زي الجانب التاني. لو سايبة 5 هتضربي في 4، هيبقى 20 سلسلة، وهتزودي في الاخر سلسلة واحدة. لف على الابرة هرجع للدور بتاعي، الاول اخد سلسلة فاصل، هرجع للدور بتاعي واشتغل في الفراغ بتاع العمود 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، وهروح الفراغ اشتغل 3 عمود. خلاص بقى مشيت تبع الدور، خلاص 1 2 3 سلسلة، 3 عمود، سلسلة واحدة الفراغ هشتغل 3 عمود، العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث. العمود الثالث سلسلة واحدة، وهنكرر لنهاية الدور، وهنشتغل بنفس الطريقة بتاعتنا، دور بالبني ودور بالأبيض. طبعا هكمل لنهاية الدور اللي أنا عملته هنا. خلاص رجعت للدور بطبيعته بنفس المقاس بتاع الجانب التاني. هشتغل رايح جاي كده بالشكل ده، ال6 أدوار اللي ناقصين. هكمل دور بالبني دور بالأبيض لحد ما يبقوا 5 أدوار. بعد كده ببقى اعمل دورين بالبنفسج، وهنرجع تاني. انا كده اشتغلت الوش بتاع الفستان. لما كملت ال6 أدوار بالناحية دي زي هنا، بقى المربع بتاع الفستان واضح بالشكل ده. بعد كده شبكت الكتف من هنا، وكمان شبكت الجانب ده، وطبعا ده الظهر،
وده الظهر. الوشين لجوه، وش الشغل للداخل عشان بعد كده نقلبه. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض بنشبك الكتف، وكمان هنشوف ازاي بنقيس الفتحة بتاعت الكم. الاول هنشوف فتحة الكم هنقيسها ازاي، وهنقول جميع المقاسات بتقفي عند خياطة الكتف بالشكل ده، وبتسيبي المسافة بتاعت الكم. وهنكتب دلوقتي المسافات، يعني احنا بنشتغل سمول فهنسيب 15 سنتي. هنشوف دلوقتي باقي المقاسات مع بعض. هنا فتحة الكم سمول هنسيب 15 سنتي زي ما قسنا كده. ميديم هنسيب 16، لارج هنسيب 18، اكس لارج بنسيب 20 سنتي، اكس اكس لارج بنسيب 22 سنتيمتر. دي الفتحة بتاعت الكم اللي هنركب فيها الكم بعد كده. بعد كده بنسد بقى، بنشبك الوش مع الظهر. بعد ما بنحدد الفتحة بتاعت الكم نحط علامة، ومن العلامة هنشبك الوش مع الظهر للنهاية. هنشوف دلوقتي بنعملها ازاي. انا هنا هقفل الكتف، هشبك الكتف معاكم. هنشوف دلوقتي هنشبكه ازاي. انا كده حطيت علامة عشان يبقى بالظبط قدام بعض، 6 ادوار بتوع الكتف مع 6 ادوار من الظهر. باجي هنا بشيل العلامة، واجيب ابرة التنظيف بخيط من اللي اشتغلت بيه، وادخل بالشكل ده تحت الحلقتين، وثبت الخيط بتاعي. بعد كده هنشتغل اصلا الاطار بتاع المربع بتاع الفستان. بعد كده شوفوا من داخل العمود بالشكل ده، بدخل بسحب الخيط، برجع تاني كمان. ممكن تاخديه كله على اتجاه واحد زي ما تحبي بقى تشبكي، المهم ان هو بالإبرة والخيط اللي تلاقيه اريح ليكي تعمليه. كده اتجاه واحد، شبيك سهل جدا. هكمل بقى لنهاية الكتف، ونرجع نشوف الجانب هنشبكه ازاي. انا كده بعد ما قست الفتحة بتاعت الكم بحط علامة عشان ابدأ منها تشبيك الجانب، ومن هنا هنبدأ تشبيك الجانب مع بعض. هنشوف دلوقتي مع بعض من نفس الخيط اللي اشتغلت بيه الفستان، بتيجي مكان العلامة وبتشيل العلامة وبتدخلي مكانها هنا، شايفة تحت الحلقتين وتحت الحلقتين، وشيل العلامة. بعد كده برجع تاني لنفس الغرزة عشان اثبت الخيط، وارجع تاني اثبت الخيط عشان بعد كده ما يفكش. بعد كده شايفة غرزة قدام غرزة، لان هنا هتلاقي بداية الخيط هنا سلسلة اللي بدأنا بيها، وهنا نهاية الدور، فهتلاقيه الغرز السهلة في التشبيك.
جوبزة قدام جوبزة بالشكل ده. وممكن كمان رايح جاي زي ما تحب التشبيك. طبعا لو انتي عايزة تشبكي بجوبز المنزلقة بإبرة كوبشيه بس تكون ارفع شوية من اللي انت اشتغلت بيها، مفيش اي مانع. المهم تشبكي الظهر في الوش بطريقة حلوة. هنمشي بنفس النمط كده لنهاية الدور، هعمل عقدة هنا وأقص الخيط ونرجع بقى تاني عشان نشوف الكم هنشتغله ازاي، لكن الإطارات كلها هنشتغلها في النهاية، الإطار بتاع الرقبة والإطار بتاع ديل الفستان من تحت وكمان الإطار بتاع الكم. هنشوف دلوقتي مع بعض. دلوقتي هنشتغل الكم. الكم لازم أول حاجة تعمليها تحددي طول الكم، يعني مثلا عايزاه طوله 20 سنتي ده مثلا، عايزاه 30 سنتي، عايزاه 40 سنتي، عايزاه نص كم، زي ما تحبي. المهم ان هو الكم انت بتحددي طوله وعلى طوله، لان احنا هنشتغل بطول الكم مش بالعرض، فطول السلسلة اللي هنبتدي بيها هتحدد طول الكم. فهنشتغل السلسلة بعد ما بتحددي طولها. طبعا انا بعمل نموذج، باخد عقدة البداية، بعد كده بشتغل 1 2 3 4 وافضل اكرر 1 2 3 4 تاني 1 2 3 4، هفضل اكرر كده لحد ما اوصل للطول بتاع الكم اللي انا محدده. بعد ما بوصل للطول، انا هفترض ان انا وصلت للطول بالشكل ده، هزود 7، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده لف على الإبرة بفوت 1 2 3 4 5 6 7 وفتين من سلسلة، بدخل وبعمل 3 عمود، العمود الأول، التاني، التالت، زي ما اشتغلنا بداية الفستان بالظبط. بنفس الطريقة بقى سلسلة واحدة فاصل، لف على الإبرة بفوت 1 2 3 وفي رابع سلسلة باخد 3 عمود، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. سلسلة فاصل وبكرة. يبقى بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها هنشتغل بيها الكم بالظبط. كده ارتفعت كام دور؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، ارتفعت في الكم 17 دور. طبعا ده كله نماذج انتي بتشتغلي، شايفه ده المفروض طول الكم. طبعا عشان انا بعمل نموذج فعامله طول الكم قصير كأنه نص كم، لكن انت هتشتغلي بطول الكم. بعد كده بترتفع بالادوار بالوسع برضو بالمقاس اللي انت واخداه في فتحة الكم. هنشوف كده يعني ايه فتحة الكم، يعني شايفة هنا انت سبتي هنا فتحة للكم مثلا 15 سنتي، 15 في 2 يعني احنا بنضرب 15 في 2 17، يبقى هنضربها في 2، 18 يبقى هنضربها في 2، لان الوسع الناحية التانية كده هنا 15 وهنا 15 يبقى 30 سنتي. يبقى هتشتغلي ترتفع بالادوار لحد ما تبقى 30 سنتي. 17 يبقى هتضربي 17 في 2 يبقى هترتفع لحد ما تبقى 34 سنتي، زي المقاسات اللي انت بتاخديها في فتحة الكم بتضربيها في 2 وبتشتغلي ارتفاع الكم فيها. بعد كده تقفلي الكم بالشكل ده وبتخيطيه من ناحيتين، يبقى هتسيبي دي مفتوحة ودي مفتوحة، هتقفليه بالشكل ده، ده الوسع بتاع الكم بالشكل ده، ده الوسع بتاع الكم. هنقفله بالطريقة اللي احنا قفلنا بيها الجناب، شبكنا بيها الجانب او شبكنا بيها الكتاف، ابرة التنظيف او الابرة العادية ومعاها الخيط اللي احنا بنشتغل بيه،
وهتبقى الخياطة رايح جاي، يعني كده بدخل من الغبزة دي بطلع من الغبزة التانية بالشكل ده. لا اما هتشتغلي رايح جاي، لا اما هتشتغلي على اتجاه واحد. بالشكل ده بدخل من الغبزة دي بطلع من التاني. ارجع تاني من نفس الاتجاه، ادخل من هنا اخرج من الناحية التانية. بالشكل ده، وبحاول اخد الخيوط المتبقية معايا، بدخل هنا من اول عمود تحت الحلقتين ومن الناحية التانية، وباخد لفة بالشكل ده عشان اثبت الغبزة. تاني بدخل من هنا وبخرج من الناحية التانية، ولفة على الابرة بالشكل ده بثبت بيها الخيط بتاع الغبزة. يبقى انا هقفل الكم اللي انا اشتغلته بالشكل ده عشان بعد كده هنركبه في الفستان. هكمل قفل الكم للنهاية. لو مش عارفة على اتجاه واحد بتخيطي من هنا وبتدخلي من الناحية التانية، وترجعي من هنا وتدخلي من الناحية التانية رايح جاي. هخلص قفل الكم ونرجع تاني عشان نشوف تركيبه في الفستان. كده قفلت الكم، دلوقتي على التركيب. طبعا هو بيبقى وسع واحد من فوق ومن تحت. شايفة ده ضهر الشغل، يعني كل ده احنا لسه على ضهر الشغل. لما نقلب الشغل الناحية التانية هي دي. دلوقتي على ضهر الشغل بتجيب الكم كده اللي انت اشتغلتيه، شايفة القفلة فين؟ هنا في الجنب. بتدخلي بالشكل ده، وبتظبطي القفلة دهها على القفلة بتاعت الجانب، وبتبدأي بقى تشبكي الكم واحدة قدام واحدة كده لحد ما تقفلي الجانب كله، الإطار كله بالإبرة والخيط. خلاص حطينا القفلة بتاعت الكم على القفلة بتاعت الجانب، الخياطة بتاعت الجانب اهي، القفلتين مع بعض. بدخل كده وبتأكد ان انا مشبكة الجنبين مع بعض. بعد كده أبدأ بقى أقفل. طبعا انا بحب اقفل على اتجاه واحد، انت زي ما تحبي قفلي. بالشكل ده هقفل بالشكل ده الاتجاه كله. هخلص تقفيل الكم ونرجع عشان نشوف بقى هنعمل الإطار بتاع الفستان ازاي. انا كده قلبت الفستان على الوش، ده الوش بتاع الفستان، وده الكم بعد ما ثبتناه. بعد كده شايفة الكم من هنا هنعمل له إطار بنفس الطريقة اللي هنعمل بيها الإطار هنا، بنفس الطريقة اللي هنعمل الإطار تحت. دلوقتي هنشوف الإطار اللي هنعمله هنا وهنطبقه على الفستان كله. بعد كده هنشوف. دلوقتي هجيب كده اي نوع من الالوان اللي انا شغاله بيها، بس هعملها اتنين فتلتين بالشكل ده. وهنشوف دلوقتي هنعمل الاطار ازاي. ده وش الفستان. هبدأ من الظهر هنا، وهدخل شايفة الفراغات بتاعت العمدان دي، بدخل وبسحب الخيط وباخد سلسلة تثبيت. بعد كده من نفس الفراغ باخد غبزة حشو التانية، يبقى اتنين غبزة حشو. وطبعا بشتغل على الخيط معي،
هنا هيقابلني التلات عمود، باخد في الفراغ بتاع العمود الأول اتنين حشو، واحد اتنين، الفراغ بتاع العمود اللي بعده باخد اتنين حشو. بعد كده شايفة التلات عمود، العمود الأول بالشكل ده، بدخل في الفراغ بتاعه وبسحب الخيط وباخد حشو وكمان حشو، بيقابلني الفراغ بتاع العمود باخد اتنين حشو، واحد اتنين، التلات عمود أهم، الفراغ بتاع العمود بدخل وباخد اتنين حشو. هنا شايفة الخياطة بتاعت الكتف بفوتها وبروح على طول هنا على التلات عمود باخد اتنين حشو. بعد كده الفراغ بتاع العمود باخد اتنين حشو. يبقى ده النمط اللي هنمشي بيه في البرواز بتاع الفستان. بنفس الطريقة هنبرز الكم بغبز الحشو لحد ما نخلص الإطار كله، وكمان من تحت هنمشي بغبز الحشو في الفراغ بتاع العمود وفي أول عمود. هنا من التلاتة بناخد هنا اتنين حشو وهنا اتنين حشو لحد ما نخلص الإطار كله. كده يبقى احنا وضحنا كل حاجة في الفستان، وضحنا ازاي بنشتغله والمقاسات بتاعته، وازاي بناخد المقاسات، وازاي بنركب الكم، وازاي بنعمل الاطار الاخير. وطبعا الالوان بتاعت الفستان دي الاصليه، الالوان الاصليه، انت عايزه تغير الالوان لاي الوان انت حباها مفيش اي مشكله، بس دي طريقه شغل الفستان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى الشرح كان واضح والفستان عجبك. لو عجبك ياريت تدعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معنا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله، وتكتبي في تعليق رأيك في الفستان ومن أي بلد بتشاهدينا. أشوفكم على خير في فيديو جديد.